كان ابراك انا لا اخاك بينشط اصابك اعصابك ابو اعصابي سببي لك بابي خزمتينا قالت مو قريبه قالت له خزمته اه مو قريبه لا 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 شوف السبب هذا غريب احنا ما يسوي كذا شوف يسوون هكذا ضرب بسم الله الرحمن 20 20 اعصاب موجوده هنا وثانيا لما ما يصير سبب مشكله في الدماغ بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا يا حازم المشكله في الدماغ انتم سويتوا هذا الحديث انتم سويتوا لا الدكتور دكتور سوا شو هذا سوا السبب ما يصير يسوي هكذا ضرب تحت القدم رجل يمين ورجل يسار لا واضح شوف هذا السبب السبب اعصاب لا يستطيع يسوي هكذا ضرب تحت القدمين لمده 6 اشهر الان الان استيقظ تعال امشي معي بسم الله رابنا ترسى يا الله رابنا ترسى يا الله يلا جوني يلا اللي قبل اراك يلا 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 ها تمري خوك الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جارك لي جارك لي ما شاء الله قلنا بها سببي بيكون صايع نعم نعم بدك شيء اسمك عبد الرحمن تعال بما شاء الله الله اكبر عبد الرحمن ايش هذا جارك عبد الرحمن جارك لي جارك لي عبد الرحمن قلبها شمال شكيب لابن عبد الرحمن الله اكبر خلاص Gracias.